كشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي عن إبداء 4 مجموعات عالمية في مجال السيارات أوروبية وأسيوية، اهتمامها بدخول السوق الجزائرية واستعدادها لتشييد مصانع محلية في وقت تسيطر على إنتاج السيارات في العالم 14 مجموعة، ويأتي ذلك بموازاة مع إعلان وزير الصناعة أحمد زغدار مفاوضات مع علامات دولية رائدة خلال الفترة الأخيرة، ودعوة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يوم الاثنين 18 جويلية 2022 الإيطاليين للولوج عالم الصناعة الميكانيكية في الجزائر. وفتحت الحكومة مشاورات جدية تستهدف عودة صناعة وتركيب السيارات، كما وجهت نداءات لمتعاملين عالميين لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في مجال الميكانيك المصنف ضمن خانة الاستثمارات المهيكلة التي تحظى بامتيازات كبرى وفق قانون الاستثمار الجديد المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية واستكمال نصوصه التطبيقية قريبا إن شاء الله. وفي الأخير عزيزي المشاهد، ما هي العلامات اللي راك حاب تشوفها تصنع محليا في الجزائر؟ سلام.